الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إسبانيا. من أول أكتوبر ما فيش حد بيشتغل في القطاع الصحي أو أي قطاع حكومي، أي وزارة أو دواوين، مديريات أو هيئات أيا كانت، لازم كلهم ياخدوا اللقاح. الحكومة تلزم جميع الموظفين بتلقي لقاح كورونا حتى مطلع أكتوبر القادم. طالبان تهاجم الإقليم الوحيد الخارج عن سيطرتها. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل الأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وإسبانيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتحقيق شراكة تنموية متكاملة، مشددا على اهتمام مصر بتطوير العلاقات بين البلدين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي أكد حرص بلاده على الارتقاء بأفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصة على الصعيد الاستثماري، تعزيزا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية. في وقت سابق من أمس، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية صربيا نيكولا سيلكوفيتش، حيث أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولا سيلكوفيتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير ميرسولاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية وسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بيسكوفيتش. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من 100 عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، حيث أسست الدولتان حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي، وأن مصر تطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلاً عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصربي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر، لا سيما في ظل التجربة التنموية الناجحة والملهمة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس في جميع المجالات. كما أعرب وزير الخارجية الصربي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك جهود مكافحة الفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي، وكذلك ارتفاع في الإيرادات. كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية، فضلا عن محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات، وكذا جهود الهيئة للتكريك، خاصة تطوير واستعادة كفاءة بحيرات المنزلة والبردويل ومريوط. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المنفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية. أضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي عرض الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، خاصة ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي، وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات، والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفتح أفاقا استثمارية جديدة، وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية. كما عرض السيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة، خاصة ميناء شرق بورسعيد، فضلا عن نشاط وحركة مختلف الموانئ في نطاق الهيئة الاقتصادية مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلا عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مواكبة للتطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية وتنامي الاعتماد عليها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وتلبية لاحتياجات السوق المصري في هذا الصدد. ذكرت تقارير تونسية أن أجهزة الأمن ألقت القبض منذ أيام على شخص يشتبه في أنه كان يدبر الاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، وقالت إن المشتبه به تونسي الجنسية وينتمي لتنظيم داعش الإرهابي وتدرب في ليبيا. وأوضحت أن أجهزة الأمن ألقت القبض على من وصفته بأحد الذئاب المنفردة في مدينة ساحلية بمحافظة المنستير شرقي تونس، حيث كان يخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد أثناء زيارة مزمعة للمدينة. أعلن الجيش الوطني الليبي أن مفجرا انتحاريا هاجم نقطة تفتيش تؤدي إلى بلدة زلة بمنطقة الجفرة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس أمس الأحد، مما أسفر عن مقتله دون سقوط قتلى آخرين. وقال إن الهجوم يحمل بصمات تنظيم داعش الإرهابي. زلة واحة صغيرة في الصحراء جنوبي سرت، وتقع بالقرب من حقل نفطي يحمل نفس الاسم. في سياق متصل، أعلنت الجزائر أنها ستحتضن اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا يومي 30 و 31 من أغسطس الجاري، وسيعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وبحضور ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويهدف لمساعدة ليبيا على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها.
هددت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شكيد بإسقاط الحكومة في حال توجهها لمفاوضات حول تسوية سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية. وقالت في مقابلة إذاعية أنه تقرر تشكيل الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل بعد تعهد من جميع مكوناتها بألا يتم التعامل مع هذه القضية. تصريحات شكيد جاءت عشية سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن وتسريب أنباء عن احتمال تعرضه لضغوط من الرئيس الأمريكي جو بايدن كي يتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبدأ مفاوضات لتغيير حالة الجمود بينهما. في سياق متصل، اقتحم 120 مستوطنا باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عبر باب المغاربة أمس، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. قد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقد داهمت قوات الاحتلال مساء أمس محلات تجارية في إحدى القرى غرب جنين شمالي الضفة وسط اندلاع مواجهات مع شبان الفلسطينيين. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 8 حالات وفاة و184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر أمس الأحد، وقالت إن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 235,864 حالة من أصل 286,352 حالة إصابة، توفي منهم 16,671 حالة. حذر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا. قال تاج الدين في تصريحات إعلامية إن مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا وأن هناك تزايدا في الإصابات في الفترة الحالية، وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وكذلك يجب الحد من التجمعات حتى يتم تجنب الإصابات. من جانبها أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى مقر عملهم مطلع أكتوبر المقبل. الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الحكومي في التزام كامل، ودي توصيات مجلس الوزراء اللي فات، إن من أول أكتوبر ما فيش حد بيشتغل في القطاع الصحي أو أي قطاع حكومي، أي وزارة أو دواوين مديريات أو هيئات أيا كانت، لازم كلهم ياخدوا اللقاح. قررت الجزائر تطعيم كل أساتذة الجامعات والمدارس والتدريب المهني وطلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القرارات تشمل تخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية. وقد كشفت وزارة الصحة الجزائرية عن تطعيم 6 ملايين جزائري بين جرعة وجرعتين، في حين تسعى الحكومة لتطعيم 30 مليون مواطن خلال 3 أشهر. قال أحمد مسعود قائد منطقة بانجشير، وهي آخر منطقة متبقية خارج سيطرة حركة طالبان الأفغانية، إنه يأمل في إجراء محادثات سلام مع الحركة، لكنه أضاف في تصريحات عبر الهاتف أن قواته مستعدة للقتال ضد أي نظام شمولي. I am in my sanctuary. I am in my stronghold, Panjshir Valley.
أنا في ملاذ الآمن، أنا في وادي بنجشير، والناس هنا لديهم استعداد للقتال ولمقاومة أي نظام شمولي ومستبد، لديهم استعداد لمقاومة أي نظام يريد أن يفرض أيديولوجيته ورؤيته على الناس بالقوة. مواطن بنجشير هم عينة صغيرة جدا من شعب أفغانستان، وهم يقفون الآن إلى جانب الحق من أجل كل الأفغان ومن أجل السلام والمسامحة والعيش المشترك والوسطية، ولن نقبل أبدا بتغيير هوية أفغانستان التي نؤمن بها. وأضاف مسعود في تصريحاته أن اتفاق السلام الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان كان أحد أسباب سيطرة الحركة على أفغانستان. أتفهم الظروف التي تضافرت وأدت بنا إلى هذا الوضع، والذي يأتي للأسف عقب مأساة وعقب اتفاق سلام غاية في السوء بين طالبان والولايات المتحدة، أدى إلى الفوضى التي نراها الآن. والسيد خليل زاد بمفرده أسس لهذه الفوضى، وعليه أن يعترف بذلك للجميع. وادي بنجشير آخر مناطق أفغانستان خارج نفوذ حركة طالبان. أعلنت الحركة شن هجوم للسيطرة عليه بعد رفض مسؤول الولاية تسليمها بشكل سلمي. بنجشير المنطقة الجبلية الواقعة شمال العاصمة الأفغانية كابول، تجمعت فيها قوات حكومية سابقة وباتت تعرف بأنها معقل معارضي حركة طالبان. وكان أحمد مسعود نجل القائد الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود وأحد قادة جبهة المقاومة ضد طالبان دعا الحركة إلى الحوار والمفاوضات، مؤكدا عدم رغبة المقاومة باندلاع حرب، لكنه وصف بنجشير بأنها سوف تمثل نواة للدفاع عن أفغانستان بأكملها. ودعا مسعود إلى تشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة في كابول تمثل كل الطوائف العرقية المختلفة في أفغانستان، قائلا إن النظام الشمولي لا ينبغي أن يعترف به المجتمع الدولي. كما أشار مسعود إلى أن قواته التي تقدر ب6000 مقاتل ستحتاج إلى دعم دولي إذا تعلق الأمر بالقتال ضد طالبان. وكان أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق وأحد قادة المعارضة ضد طالبان تعهد هو الآخر بعدم الرضوخ لطالبان وانضم إلى أحمد مسعود في بنجشير. من جانبهم أشار قادة آخرون في حركة المقاومة أنهم مستعدون لصراع طويل الأمد مع طالبان، ولكنهم يسعون للتفاوض من أجل التوصل لحكومة شاملة تقوم على اللامركزية ونظام يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحرية للجميع. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية وسعت حدود مطار كابول في إطار جهودها لتسريع إجلاء أمريكيين وأفغان ومواطني دول حليفة. وأوضح بايدن أن نحو 28 ألف شخص تم إجلاؤهم منذ 14 من أغسطس الجاري. بحلول هذا الصباح نكون قد أجلينا 28 ألف شخص منذ 14 من أغسطس، سواء من خلال الطيران الأمريكي أو طيران التحالف بما في ذلك الرحلات المدنية، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم منذ يوليو الماضي إلى 33 ألف. خلال 24 ساعة فقط في نهاية هذا الأسبوع غادرت كابول 23 طائرة عسكرية على متنها 3900 راكب، ولا نرى أي مانع يحول دون الاستمرار على هذا المنوال. وخلال ذات الفترة نظمنا 35 رحلة للطيران العارض نقلت 4000 من رعايا الدول الأخرى، وفي المجمل فقد نقلنا 11000 شخص خارج كابول في 36 ساعة فقط، وهذا أمر لا يصدق. بعد مرور أسبوع على دخول طالبان المذهل إلى العاصمة الأفغانية كابول، أصبح مطار العاصمة مسرحا لأكبر جسر جوي إنساني من نوعه على مستوى العالم. 25 ألف شخص نقلتهم طائرات عسكرية أمريكية وأخرى حليفة من مطار كابول إلى خارج أفغانستان في خطة تستهدف الإدارة الأمريكية من خلالها إجلاء ما يقرب من 50 ألف أمريكي ومدني أفغاني حليف بحلول 31 من الشهر الحالي. ولتسريع عمليات الإجلاء دعت الولايات المتحدة شركات الطيران الخاصة إلى المساهمة في العملية.
القوات البريطانية القابعة في مطار كابول نظمت عمليات إجلاء قرابة 4000 شخص بمساعدة أكثر من 1000 جندي بريطاني في عملية معقدة لم يمارسها الجيش البريطاني من قبل. تملك القوات المشتركة خبرة في التعامل مع عمليات الإجلاء غير القتالية، ولكن من الواضح أن ظروف تنفيذ هذه العملية هنا معقدة للغاية، مما يجعلها مثارا للتحدي. أعتقد أن عملية الإجلاء هذه شيء لا يملك أحد خبرة لها من قبل. أما عناصر القوات الإيطالية في مطار كابول فقد أجلت أيضا حوالي 1600 مدني أفغاني من إجمالي 2500 مدني تهدف إلى إجلائهم. كما أجلت القوات الفرنسية 600 شخص أغلبهم من الأفغان على متن 5 رحلات جوية من كابول، وأجلت قوات الدنمارك 450 شخصا من بينهم 30 مترجما أفغانيا عملوا لصالحها. أما الوضع في سائر أنحاء العاصمة الأفغانية فيبدو هادئا مقارنة بما يدور في كابول، الأمر الذي دفع مصادر في حركة طالبان إلى اتهام الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الفوضى في مطار كابول، بينما يسود السلام والهدوء كل أنحاء البلاد وفقا لتقديرات طالبان. هكذا بدت أحدث تداعيات انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان ووصول متمردي طالبان سابقا إلى الحكم. آلاف العائلات المذعورة تسكن مطار كابول أمام الآلاف من القوات الأمريكية والحليفة في وضع أشبه بثكنة عسكرية مدنية لم تعرفها البلاد من قبل. في سياق متصل، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعي الغرب لإيجاد مأوى مؤقت للاجئين الأفغان في دول وسط آسيا دون حصولهم على تأشيرات. شركاؤنا الغربيون مصرون على إثارة قضية نقل اللاجئين الأفغان إلى دول آسيا الوسطى قبل حصولهم على تأشيرات للولايات المتحدة أو دول أخرى، لذلك من الممكن إرسال اللاجئين إلى هذه الدول وهم جيراننا بدون تأشيرات، ولكنهم لا يريدون أن يستقبلوهم بأنفسهم بدون تأشيرات. هذا نهج مهين في هذه القضية. قال بوتين إن موسكو لا تريد ظهور مسلحين على أراضيها مرة أخرى تحت ستار اللاجئين. من هم هؤلاء اللاجئين؟ نحن لا نعرف، قد يكون هناك الآلاف أو المئات أو ربما الملايين منهم، وليس لدينا أي قيود على التأشيرات مع أقرب حلفائنا وجيراننا. الحدود بين أفغانستان وطاجكستان وأوزباكستان 1000 كيلومتر، يمكنك أن تأخذ ما تريد سواء كانت سيارة أو حمارة وتنطلق راكبا خلال سهول عبر الحدود. ماذا سنفعل حيال ذلك؟ هذا أمر هام لأمننا، هذا يتعلق بشكل مباشر بمواطنينا، ولهذا السبب هو إحدى أولويات وزارة الشؤون الخارجية الآن. لا نريد مسلحين يظهرون في روسيا مجددا تحت ستار اللاجئين. أخبار السابعة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. 21 قتيلا و50 مفقودا في فيضانات اجتاحت ولاية تينيسي الأمريكية. وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية والبداية من سوق المعادن النفيسة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 783 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 895 جنيها، في حين سجل عيار 18 مبلغ 671 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد سجل 6264 جنيها. أما عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، فقد سجلت العملة الأمريكية نحو 15 جنيها و64 قرشا للشراء و15 جنيها و74 قرشا للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترليني 21 جنيها و31 قرشا للشراء و21 جنيها و45 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و19 قرشا للبيع.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق مستهل جلسات الأسبوع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 712.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 6.5 مليار جنيه، تضمنت 5.1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي قرارا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 إلى 15 من سبتمبر المقبل، وأوضح الوزير أن الهدف من مد الأوكازيون هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض منها إلى 50%. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائع تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وأوضح أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع. ووقعت شركة النصر للسيارات اتفاقيتين مع إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وتم استيراد 13 سيارة كهربائية كاملة الصنع وإطلاقها للاستخدام التجريبي للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية. ومن المستهدف البدء في إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات في النصف الثاني من العام القادم. أفادت مصادر رسمية أن حرائق الغابات في الجزائر أتلفت أكثر من 12 ألف دان من الأشجار المثمرة أغلبها من الزيتون، فضلا عن نفوخ 19 ألف حيوان، ولا تشمل هذه الحصيلة سوى 60% فقط من مجمل الخسائر التي تم تقييمها حتى يوم السبت الماضي. كانت حرائق الغابات قد اشتعلت منذ 9 من أغسطس الجاري في 26 ولاية من إجمالي 58 ولاية في الجزائر، وتسببت في مصرع 90 شخصا على الأقل من بينهم 33 جنديا. قالت السلطات الأمريكية إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وفقد 50 آخرون بعد اجتياح فيضانات عارمة مناطق بولاية تينيسي الأمريكية. في سياق متصل، ضعفت العاصفة المدارية هنري التي تجتاح الولايات المتحدة، لكن أمطارا غزيرة مصاحبة لها استمرت في الهطول على مناطق بشمال شرق البلاد. وقال مركز التنبؤ بهيئة الطقس الوطنية في ماريلاند إن منسوب الأمطار الناجمة عن العاصفة هنري قد بلغ رقما قياسيا في بعض المناطق. قتل 5 أطفال ووالدتهم في المكسيك أمس جراء انزلاق أرضي بسبب الإعصار غريس في منطقة فيرا كروز، وقد بلغت سرعة الرياح القصوى في الإعصار 200 كيلومتر في الساعة. وقتل حتى الآن ما لا يقل عن 11 شخصا في المجمل جراء الإعصار. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2207 أشخاص بعد العثور على جثث إضافية في جنوب البلاد مع استمرار عمليات البحث بين الأنقاض. أسفر زلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر عن إلحاق الضرر بنحو 600 ألف شخص بشكل مباشر. أفرج مسلحون خطفوا أكثر من 120 تلميذا من مدرسة ثانوية في شمال غرب نيجيريا، أفرجوا عن 15 رهينة إضافيين ليلة أمس بعدما تلقوا فدية مالية. بذلك يرتفع عدد التلاميذ المفرج عنهم أو من هربوا من خاطفيهم إلى 56، وما زال 65 في قبضة الخاطفين. وقد رفض متحدث باسم العائلات الإفصاح عن المبلغ الذي تم دفعه، وتهدد السلطات بحبس أي شخص يدفع فدية مقابل الإفراج عن مخطوفين. بحثت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء سنغافورة في هاسن لونغ تعزيز علاقات البلدين في إطار جهود واشنطن للتصدي للنفوذ المتزايد للصين بمنطقة جنوب شرق آسيا. كما تجري هاريس محادثات مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، وتزور قاعدة تشانغي البحرية، ثم تقوم بتفقد السفينة القتالية تولسا التابعة للبحرية الأمريكية.
فترتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل تحديات الزيادة السكانية ومستقبل مصر، حلقة نقاشية في صالون جريدة الجمهورية الثقافي. نظمت جريدة الجمهورية صالونا ثقافيا حول معدل الزيادة السكانية ومستقبل مصر، ناقشت التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة وسبل مواجهتها. الزيادة السكانية ومستقبل مصر عنوان ندوة نظمتها جريدة الجمهورية لمناقشة أهم التحديات والقضايا السكانية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واستعرضت الندوة مخاطر الزيادة السكانية في السنوات المقبلة ومدى تأثيرها على التنمية. منذ أطلق السيد الرئيس خطة التنمية المستدامة 2030 وتم إطلاقها على ثلاث محاور أو ثلاث أبعاد أساسية: تحقيق تنمية اقتصادية، تحقيق تنمية اجتماعية، وتحقيق تنمية أو استدامة بيئية. مادة 41 من الدستور قالت لابد من إيجاد سياسة سكانية تعمل توازن ما بين النمو السكاني وما بين قدرات الدولة. وبحسب الإحصاءات المستقبلية فإن الزيادة السكانية بحلول عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة، ما يحتاج إلى مضاعفة الموارد في كافة المجالات إلى ثلاثة أضعاف. قام المجلس القومي للسكان بوضع استراتيجية قومية للسكان، ده في 2014. هذه الاستراتيجية من 2015 ل 2020، وده كان تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة كانت أهم الإجراءات اللي تبنتها الدولة لتطور في أثناء تطور أو خلال تطور السياسات السكانية هو إدراج مادة صريحة خاصة بالسكان، بالإضافة إلى مواد أخرى خاصة للأسر المصرية بجميع أفرادها في دستور 2014. الندوة أيضا أشارت إلى أهمية استغلال الثروة البشرية المصرية التي يتكون معظمها من الشباب، ولكن الاستغلال المبني على التأهيل في النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها. تظل الزيادة السكانية خطرا يهدد مستقبل التنمية، فبحسب الإحصاءات فبحلول عام 2052 سيقارب عدد السكان حوالي 200 مليون نسمة، زيادة لابد أن يقابلها تنمية وقوة بشرية مؤهلة للنهوض بالبلاد. رمضان المطعاني، النيل. في مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة الرطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية. We'll be right back.
في ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إسبانيا. من أول أكتوبر ما فيش حد بيشتغل في القطاع الصحي أو أي قطاع حكومي، أي وزارة أو دواوين، مديريات أو هيئات أيا كانت، لازم كلهم ياخدوا اللقاح. الحكومة تلزم جميع الموظفين بتلقي لقاح كورونا حتى مطلع أكتوبر القادم. طالبان تهاجم الإقليم الوحيد الخارج عن سيطرتها. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.